اهلا وسهلا بكم من جديد متابعي شاشه الشروق الفضائيه ومتابعينا بالخصوص عبر صباح الشروق في المنصات المختلفه، والانضموا لمتابعتنا الان لتكمله فقراتنا من صباح الشروق من الخرطوم مباشره. وحابين نمشي نشوف اهلنا في كردفان ونشوف جمال كردفان بشعرها وبادب الجم. دائما كردفان عندها محبه خاصه لكثير من الناس، ولما نقول كردفان بنقول الشعر، بنقول الغناء الجميل، بنقول كردفان الكبرى ما بنحدد فيها. لكن اليوم عبر صباح الشروق وعبر هذه الإطلالة كلمات من الشعر قد تكون هي مختلفة صباحية لكل الناس اللي بيحبوا الشعر والهاوي للشعر والناس كمان اللي بيكتبوا. حننتقل مباشرة مع ضيفنا اللي موجود معانا آدم عيد وعيد الحفيد زي ما بيقول لك. أهلا بك يا آدم عيد في صباح الشروق. حبابك وحباب التيم العامل، ومن هنا نحيي كردفان وتحية خالصة لأهلي في منطقة الله كريم. لهم التحية. لهم التحية زول. التحية لك ودعيد. نحن ما دام قلنا الله كريم وجبت سيرة الله كريم يبقى معناها نحن قبل ما نخلص الحلقة نخلي الناس يجهزوا لنا الشاي والطماطم والسلطة. لا إن شاء الله. في الله كريم دي الحاجات المشهورة بها يا جماعة، الطماطم والشواه، الناس اللي بيجوا عابرين وماشيين على كردفان. أهلا بك. لكن خلينا اليوم نشوف أشعارك، وكل شاعر عنده بداية جواه وكل شاعر عنده حاجة مختلفة. أنت تحدثت عن الغزل وتحدثت عن الشعر الوطني وتكلمت عن المسادير وعن الشاشاي، دي واحدة من أنواع الشعر. نعم. ليه كل الأنواع دي أنت خديتها في زول واحد في ود عيد؟ والله يا أخي يعني هو ما أصلا وصف. أها. يعني أنت بتوصف في أي حاجة؟ لا يعني الحاجة اللي أنت بتكون حاسي بيها، يعني مثلا فراق، فرح، يعني هسه خلينا نبدأ بحاجة أنت حاسيها. هسه قبل ما نبدأ أي سؤال نشوف حاجة أنت حاسيها تقول لنا شنو؟ طيب أقول قصيبة السكر المشتولة فوق التاكة خدا يلمع ويفوح العطر من فاكة، قادر ربي من حيث الجمال أداك أداك يوز عيون لقلوب البشر فتاكة، قادر ربي أداك الجمال بالكيل أداك خدود تضوي وأداني سهر الليل، أداك يوز عيون بتودي الهلاك والويل وأداك وينة تنشاف من مسافة ميل، وأداك وينة تنشاف من مسافة ميل، ويا وردة النيل الغفيرك فني بتعربا عزاز كيفن عليك ما أغني. يا سلام. فيك أوصاف قدر عافرتهن غلبني ريد فالخيل وجيد الصيد طب كتلني لؤلؤ البحر الما ابتسم لي حظك لا طليتي ولا شفنا رسالة نصك، يصيب ونية يا دوب زارك فصك ضامرة هاف وتاتاي الحمامات رصك، ضامرة هاف وتاتاي الحمامات رصك. ده غزل عجيب لكن يا الله يكرمك. شنو اللي بيخليك يا آدم تبحر في الكلام؟ بتشوف الحاجة قدامك بتحس إنه أنت عايز تكتب، بتعجبك الحاجة؟ أي يعني هو مجرد إعجاب لما تشوف الحاجة تعجبك بعدين أنت بتتكلم وما بتسكت، بتفضل تتكلم وتتكلم، وكل يوم بيجيك نص جديد مرات. نعم. بتحس كده؟ نعم يعني كل ما مرة بتجدد. أكثر كتاباتك كانت شنو، في الغزل ولا في الوطن ولا في 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 شنو يعني؟ في الغزل أكثر والله. أكثر حاجة؟ من الغزل أكثر حاجة. نحن حنجي ونسمع ثاني غزل، لكن خلينا نشوف المسادير. كثير من الناس بيحبوا الشعر، شعر المسادير، والمسادير عندها شنو بالنسبة لك خاص يعني؟ المسادير والله هي أشعار يعني بتوصف جمال الطبيعة. وبتوصف البادية. أنت كتبت شنو في البادية؟ والله أنا ما كتبت، لكن عندي مربوعة كده بتقول كردفان الخير الديمة مكروم ضيفك، خيرك مدفق للزايرك يشيل من قيفك. يا سلام. ليجز العدو جاهز مطرق، سيفك عزك ثابت في خريفك وصيفك. يا سلام. الله يكرمك. التحية لك وتحية لكردفان كمان. التحية لك. كتاباتك قاعد تكون بسيطة ولا قاعد تكون حريص إنك تكون عندك كتابات طويلة، ولا بس بتكتفي بالحاجات القصيرة اللي أنت ممكن تحفظها وتتداولها وتكون ممكن؟ والله يعني في الكتابة في يعني في طويلة وفي قصيرة يعني. حسب المزاج وحسب. نعم نعم. أثناء ما أنت شغال، أنت زول عامل يعني وعندك شغل خاص. نعم. أثناء ما أنت شغال بتحس إنه أنت عايز تقول شعير، بتجيك خاطرة في بالك، بتشوف حاجة، بتتذكر ذكرى جميلة أو بسوقك الحنين لحاجة معينة بتحاول تكتب فيها شعر؟ نعم كثير والله، يعني هو كل ما تشوف حاجة سمحة أنت بتراودك الكتابة. أكثر يعني مرة راودتك الكتابة متين وحسيت إنه أنت عايز تكتب، إذا كان بحب أو بوجع أو بحزن أو لوطن؟ بوجع والله يعني يمكن. والله لا جاء وجع. والله لا جاء وجع، قال
قول للرايدو والوزيد افراحي من نار فراقك يومي زايد جراحي عشقك جنتر وشيل الليل صباحي على نجنه مودينه اتجاني الماحي لا حول الله كل ما تذكري الشوق لعيونك زادني وراك سهرت والبكى والنويح ما فادني قليبك حدثه كان يبقى يوما رادني قل له فراقك من الدواخل بادني لا حول كل ما نجيهن نفر مني غادي وشردا الشوقي ببله يوم البشوفهن وردا يحفظنا جعل النار لابراهيم سلاما وبردا مبلغنا اشواقنا ثم سلامنا جمعا وفردا السلام. سهرات العيون وطريفه النامع من فرقم سماح ست الخديد اللامع حزنا حروفي من الحزن يا سامع بعلن توبتي من الليله وبصاقر الجامع من الليله انت توبتي من الليله وبصاقر الجامع اعلنت التوبه ومشيت الجامع على طول ان شاء الله ربنا يتقبل ان شاء الله من التوبه خلينا نشوف الشعر الوطني كذبت عن الوطن وحب الوطن وفي شعراء اختصاصهم للوطن وكل شعرهم المكتوب للوطن وحتى تغنوا له عديد من الفنانين شنو من الأشعار الوطنية وإحساسك الوطني جواك اللي خلاك تكتب شعر وطني خلينا نشوف كتبت متين للوطن لا يا أخي ما عندي مرابع في الوطن أصلا أي والله ما كتبت للوطن خالص والله ما كتبنا عندك نية إنك تكتب في الوطن والله إن شاء الله يا أخي نحن بنتفائل بسودان جديد إن شاء الله يا أخي إحساسك بسودان الجديد ممكن يخليك تكتب ولا إحساسك بحاجات كثيرة خلتك ما تكتب زمان أكيد والله يعني أنا غايته لسه تحديدا كده في الوطن ما أنت بديت الشعر 200 والله يعني مسافة يعني حاجة كده قريبة ما بعيدة من زمان وأنت صغير وماشي وفي البلد والله في يعني أنا من زمان هي الكتابة فيه لكن يعني ما بتبوح بها قدام الناس ليه الناس بتخجل من الكتابات مثلا أو يعني بتستحي أو بتحس إنه مدى يعني الناس يعني أنت تكون ما متأكد يعني كده ما بتقدر لكن أنا يعني من زماني أنا وفي المدرسة اتأكدت الهواية عندي نعم اتأكدت متين والله قريب يعني ودعيد زي ما بيلقبوك الناس آدم عندك كانت الشاشاي خلينا نعرف الشاشاي ذاته شنو آدم الشاشاي هو نوع من الشعر شعر شنو يعني الشعر ده ما فيه أنواع نوع الشعر حق الشاشاي ده بيختص بشنو معين يعني بالجمال يعني في وصف بتاع برضو زي وصفة يعني الشاشاي نعم. نوع من النوع نعم الوصفي وصفت أيوة. فيه شنو الشاشاي طيب بقول زول قام في ليل وليه دار الصاب يجيله شايل شوق بالكيلو وداير يشفي عليله تفاح الحبش الرمة حفيدك زايد همه كان ناصق عالي الهمه وفيك ما بهاب الذمه عربك دار القومه وخطه الكور في بدومه ريحتي الفقد التومه وعيني جافت نومه ده جزء من الشجاعه يعني ده من الشاشاي اي نعم برضه في مجادعات قاعد تحصل بين شعراء صح نعم يعني صح. بين شاعر وشاعر بتكون في مجادعات حصلت لك مجادعات قبل كده بينك وبين شاعر ثاني والله يا اخي حصلت وحصلت في شنو ذاته حتى لما حصلت في شنو الحدث اللي خلى انه تكون في مجادعات في غزل التحيه اول حاجه هنا لاخوي جاد كريم محمد خير الله ليه والتحيه اي المهم مجادعة كده يعني نظام تبادل مربوعة بمربوعة انت قلت له شنو هو قال لك شنو؟ انا قمت قلت له صيبت السكر المزروعة في زالنجي مفوز بها العاطل والسطلنجي انا يا فلانة يومي في هواك سكرنجي ميت الى ربي قادر ينجي قام رد لي قال لي سمح الله واللي هيج اورنجي قوامك بان واللي هيج افرنجي الفاقد في الجمال كارينا وانجي امك ملكه وابوك باشنجي ما شاء الله تبارك الله الله يكرمك من الحاجات اللي بتحبها المجادعات فيها تحدي يا ادم والله في نوع يعني في نوع فيه تحدي ما انت بتتحدى لازم تكون كلمه تكون أيوة. غير اللي هو قاله واجمل من نعم. اللي هو قاله صحيح؟ نعم يعني انت كل ما الزول يقول لك انت بتخلي مفردك تكون احسن حاضره يعني بتكون مفردك تكون احسن من الزول اللي هو مرسل اي طبعا نعم وتحاول تجددها وتحاول تجملها وتشوفها تخلي معانيها سمحه ممكن تكون صعبه ولا شنو الاصعب حاجه 200 الشعر يكون صعب يعني اذا الواحد عايز يتكلم في الادب ولا في الغزل ولا في الوطن في المسادير شنو من الحاجات اللي ممكن تكون صعبه عليك في
في الإحساس أو في الكتاب؟ يلا الحاجة يمكن حاجة صعبة، يمكن في الغوافي. الغوافي صعبة؟ لا هي أنت هي بتجيك يعني مهما كانت صعبة أنت بتجيك، لكن أنت بتجيبها. بتجيب لكن مهما كانت الصعوبة فيها زمن. أي مهما كانت الصعوبة بتجيبها، لكن بتحتاج إلى تفكير برضه. منك طويل. شنو في مسيرتك الشعريه حاب تواصل فيها وحاب تكون لقدام تصل تكون عندك اشعار وكتابات وحاجات مغنيه كمان عند الشباب والجيل الجديد؟ ان شاء الله انا عندي هسي اغاني عند الفنان حمد صعبان الدلحامر. ليه والتحيه كمان؟ ليه والتحيه كمان كان ضيف معانا اليوم. غنى ولا لسه حيغني؟ لا غنى. غنى لك شنو من الحاجات اللي غنى لك؟ غنى أغنية بتقول برسل ليك شوقي مع القمري البقوقي، ريدك يا حبيبي وقف دمع روقي، عين البيك مساهرة وغلبت الدكاترة، الجواز مؤشر قالوا قايمة الآخرة، زول البيضة سنه وشايل قلبي عنده، الكبار قرار ما أقرب منه، لا حول، قلبي صبح عليم زي الشاب على اليتيم، الجواز مؤشر قايم جحيم. يعني دي بعض من كلمات الأغنية. يا سلام جميلة. والجواز دايما شكله حاضر ومؤشر ومحتاج على طول إن شاء الله بس الخروج تاني. الخروج النهائي إن شاء الله. نحن ما نتمنى لك خروج نهائي في السودان، نتمنى لك إقامة دايمة في السودان عشان ما تتحفنا بأشعارك وبجمال كلماتك ونسمع أغنياتك، لكن عايزين نشوف شنو أمنياتك اللي أنت بتتمناها كمان عشان ما نختم بها وتدينا شعر أخير. والله يا أخي نحن الزول طبعا دائما نتمنى يكون في الاعلى، يعني ان شاء الله نتمنى في المقدمه يكون في الاعلى، فهذه اي حاجه ممكن زول يتمناها يعني ان شاء الله. شنو حاب تختم لنا او تقول لنا حاجه جديده كتبتها عندك، حاجه عايز تضيف لنا؟ عايز تسمعنا في شنو من الغزل ولا من المسادير ولا الشاشه؟ قال شبيه المنقب من معادن التعدين، غرامك ماني سايبه ليوم الدين، أخوك وخوالك ليا ما دايرين، وأنا ود عمك يومي متشبكين، صيبة منصع الوادي العريكها ماشين، بترص في مشيها بتحاكي جنى الوزين، سبب الخلاني مسجد والليل أشيل وأنين، شتيلة ونية ما تمت العشرين، وصفك حير حروف غافيدي وحرف رزين، جمالك فطري ما من تجار الصين، كل هي الخليدي طرفي حزين، يحفظك الله بالصافات وبياسين، يحفظك الله بالصافات وبياسين. ادم والله انا كان المفروض اختم معاك، لكن الناس دي لسه حابين انك تديهم اشعار اكثر وتديهم من مساحاتك. يعني الناس في في في, في القرى دائما وفي البادي بيكون الشعر حقهم دائما في بيت العم وبيت الخال والحبيبه والقريبه والجاره. شنو كتبت حاجه ممكن تكون عندها علاقه بالاسره بالكرم، اذا كان في عمك في خالك او في واحده من قريباتك انت اعجبت بها وممكن يكون ده على الهواء مباشره؟ الحاجات دي ما بتقدر تبوح بها، لكن نقول الشعراء بيبوحوا غايته ودائما بيكونوا واضحين في كلامهم. نعم نعم. قال جمالك ايه فيه وتمحن الرايدنك، سبيبك عدمه الليل برقم صواقع سنك، قلبي هديته ليك كايس غرامك وحنك قدار ما تسوي فينا، اصله ما لا يهمك، اصله ما لا يهمك. كتبت شنو في الكرم تاني ممكن يكون لزوج في الاسره في الفخر كذا؟ بيقول اهلي فيهم شيمات الكرم وغرسه، اهلي بحر للعطاشه وللمساكين مرسى، أهلي ما بتفوت ديارهم وين ما سفينتك ترسى، أهلي سوادنا شبعانين رجال وفرسة، ما شاء الله تبارك الله، وكر الأسد المن الرجال تضار، نحن نخش ضحوية ونهز ونصار، نوع الجبان من ملاقات الرجال بتضار، حرموا رفيقنا ولم نقص دبارة، فينا الذكرى والكرم ما عابنا عشر بصيلا سابنا، شوم وشقايا والموت هزات وهابنا، ابن حرق أمريكا كان هجنا وبرمنا شنابنا، يوم من جالس الدعجم خديد الناير، ويوم تلقانا زهجانين ودمنا فاير، يوم تلقانا ألف مرحبا بالزاير، يوم ديدان وكر مصد الغاير، يوم نجيب رجالة بيزندية، يوم نازلين نشيل الليلة للصبحية، يوم دهابة مشكلين نوام وردية، يوم تكييفنا ضارب ونفوسنا غنية، يوم تكييفنا ضارب نفوسنا غنية. إن شاء الله دايما تكييفكم ضارب ونفوسكم غنية
ودي كلمات وعبارات جميلة في الكرم والشعر. إذا جاك إحساس إنه أنت حتخلي الشعر يوم من الأيام، أول كتاب عموماً الإحساس طبعاً الزول ما بيقدر يخليه لأنه بيكون متلازم له. نعم. أنت حاس إنه يوم من الأيام ممكن تجيف، ممكن ما تكتب، ممكن يحصل لك حاجة معينة تخليك إنه يا أخي أنا والله، ولا الشاعر بيكون عنده إحساس جواه هو طول ما هو عايش الشعر بيمشي وبيكبر معه؟ لا يا أخي، زي ما بقولوا المغادير ما معروفة، يعني ما زول اللي قدام ما معروف اللي بيحصل شنو يعني. عشان كده دي حاجات كده ما أصلا ما في زول بيقدر يحكم عليها إنه أنت تخلي تواصل كده. لكن في ناس أحيانا الظروف، في ناس كتابين وبيكتبوا خلتهم يقيفوا، وفي ناس هم قرروا إنهم كمان ما يكتبوا. كلها لمواقف يعني. فكلها مواقف. لمواقف. جميل، نحن نتمنى انك ما تقيف وتواصل في اشعارك، الاشعار قاعد تكون موثقه دائما، الناس بتكون حريصين انه يا اخي كتاباتهم عشان ما تتشال وما تتسرق وما بكره تمشي تلقاها مغنيه عند فلان الفلان. نعم اكيد، يعني اي زول عنده اغاني عنده شعر بيكون حريص عليه. يعني حريص عليه من الناس، وفي يعني في نوع يعني من العين اللي بيشيلوا الشعر كده، يشيل مربوعتين، يجيب مربوعتين من عنده كده. حاولت يوم من الايام يكون عندك كتاب او حاجه خاصه بك، كتيب يكون معروف بتاع ادم، بتاع شاعر ادم اللي هو ود عيد الحفيد. أيوة. انت يا ادم الحفيد شنو، انت الحفيد الوحيد ولا اول حفيد؟ والله انا ما الحفيد الوحيد، لكن شنو يعني انا بس الاسم ده يعني كده، انا حفيد عبد الله ادريس الغناي. فبقيت الحفيد. آه الناس كلها هسه انت اشتهرت بالحفيد. بودي عيد الحفيد ان شاء الله. الحفيد متى حنشوف كتاباتك، او عندك كتاب او عندك كتيبات او شعر؟ ما انا ما عندي كتيبات، لكن على السوشيال ميديا طبعا. في الفيسبوك كده موجود عندك صفحه من خلال فيسبوك لو زول حب انه يطلع عليها. الشاعر وديد. الشاعر منو؟ ودعيد. ودعيد موجود واضحه. الشاعر ودعيد يظل ممكن يشوف ويدخل يشوف اشعارك ان شاء الله. ودعيد نحن صراحه سعيدين بك ومبسوطين انك كنت معانا اليوم من خلال صباح الشروق. حابب تدينا حاجه اخيره نختم بها جلستنا الشعريه دي؟ طيب، عيونك ايه تهلك الفارس الدركان، حوايب جنون والغوام البان، عليها رغابه ما بتمرق الدكان، هي رايقه طبيعي وانا دميوت بزيد غليان، وصفك حير حروف الغافية والأمزان، ولونك بلش لون الصدره عمان. يا سلام. نفسك الباريسي البفرح الأجيان، كثير زي بيريدك صبح مرضان، كثير زي بيريدك صبح مرضان. الله يشفيهم ويعافيهم. شكرا جزيلا لك آدم، كنت ضيفا معنا عبر صباح الشروق، ونسعد إنه نشوفك إن شاء الله في أيامات إن شاء الله. مختلفة إن شاء الله تعالى، ونشوفك عبر الشروق أو عبر منصات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. رسالة أخيرة أو حابب تقول يا زول؟ شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا آدم عيد، ودعيد أول حفيد، كان معانا في فقرة استضافتنا الصباحية، وسمعنا من خلاله أجمل الأشعار الجميلة إذا كانت في الغزل أو كمان من خلال المسادير والشاشاي.